الذي أنقذ مرماه بنادتين من كرة تنضاية ومن كرة أمزاوي. هل سيسقط في هذه الكرة يا الياس يا بكريا؟ نريد منك كرة ملمترية دقيقة فوق رأس يايا، فوق رأس حمزاوي، ولما لا فوق رأس نضاي. أراد في الزاوية 90 ولكن الحارس يسقط ويطالب بمخالفة، يسقط ويطالب بمخالفة والحكم يقول مخالفة. سقط من أجل أن يربع الثواني، سقط من أجل أن يكسر رتم المولودية البجوية، ونحن نلعب الدقيقة الأخيرة كريم من عمر الشوط الأول. هي دقيقة ستكون وقت بدل ضائع من هذه المرحلة الأولى التي كانت مثيرة جدا. مثيرة فعلا، خاصة في الربع ساعة الأخير من هذه المباراة. هاي الإعادة لكرة يسبق تماما حتى يربع الثواني، حتى يكسر رتم المولودية المجاوية. عاد على الكرات الأخيرة ولكن ما زال هناك شوط ثاني كامل في الوقت المناسب من أجل العودة في هذه المباراة. شي اللي يريحنا نوعا ما اسماعيل انه من الناحيه الهجوميه ما يخوفوناش كثير نادي الزمالك، بامكاننا ان نلعب الكل في الكل في المرحله الثانيه من دون خوف. وهو كذلك حتى نقطه قوه مولوديه بجاية اليوم هو هذا الجمع من الانصار الذين يفكون ماذا يقول كثيرا حمزاوي؟ ماذا يقول عمراني حمزاوي اسماعيل؟ ماذا يقول؟ اذا عمراني الاحظ انه يقول لحمزاوي ان يدخل كثيرا في الدفاع في الهجوم، اقول خاصة الكرات الجانبية التي فشل ربما حمزاوي وتسديدها ببعد كبير من منطقة او في منطقة قريبة من الكرات التي ضيعها في الدقائق الفارطة. كريم كنت ارى منه حركة وكانه كان يطلب منه ان يبقى داخل منطقة العمليات، لانه شاهدنا توزيعة الاطراف لم تجد من يحولها الى اهداف من كرة بوكريا، كرة عقيد ايضا، لذلك التواجد في المكان المناسب ضروري جدا بالنسبة لعناصر نادي مولودية بجاية. يبقى رحماني او احمد الشناوي ساقط على ارضية الميدان لربح المزيد من الوقت، ولو انه اسماعيل لم يكن هناك شيء يستدعي كل هذا. طبعا كريم، اذا بطبيعة الحال من اجل الحفاظ على هذه النتيجة ونتيجة مباراة الذهاب أرى الحارس المرمى الثاني يحضر نفسه، ولكن استبعد أن يدخل. خلينا يزيد شادو لقطة سقوط الحارس شناوي، لنلاحظ ماذا حدث. اللهم إلا إذا طريقة سقوطه كانت سيئة، لأنه لم يكن في فعلا التغيير سيتم. يلا الآن لا أدري اسماعيل، حتى وإنه منسجل في الشوط الأول ليست هذه اللقطة يزيد لقطة سقوطه، يبدو لي بأن سقوطه كان بطريقة سيئة. طبعا قلت اسماعيل أنه ليس في هذه الكرة، في الكرة الثانية كرة الياس بوكريا التي كانت دائرية في الزاوية 90، تدخل الشناوي في وقت كنت هاي الكرة التسديدة كانت قوية، ارتقى وبعد ذلك هنا طريقة سقوطه اعتقد اسماعيل على الركبة. فعلا سقوطه حتى وان لم يسجل في الشوط الاول، خروج هذا الحارس العملاق الذي انقذ مرماه من هدفين محققين قد يكون ورقة في يد المولودية البجوية. طبعا نتمنى له الشفاء من هذه الإصابة. يريد أن يواصل المباراة بشجاعة. كريم جميل جدا أقولها إن تم خروج هذا الحارس حتى يكون البديل وتكون كرات أخرى مهمة جدا من طرف مولودية بجاية لتسجيل أهداف، ولو أن المرحلة الأولى قد انتهت. لا يريدون التفريط هكذا، لما تشاهد كل اللاعبين والطاقم الطبي يريد ان يبقى هذا الحارس في مرماه وفي عارينه، تدرك قيمته
قيمته الكبيرة والكبيرة جدا. هذا هو الجمهور البجاوي الذي ينتظر بشغف، ينتظر بشغف متى تهتز الشباك. حكيم كريم عفوا، أظن أن هناك تغيير في هذه اللحظات، تغيير الحارس بخروج الحارس أحمد الشناوي، سيعوضه محمود عبد الرحيم الحارس الثاني لنادي الزمالك. محمود عبد الرحيم هو الذي سيدخل بديلا. فعلا هاو شاهدوا على الصورة، وهو كذلك التغيير يتأكد الآن كريم. انتظروا كثيرا، انتظروا كثيرا من أجل طبعا يريدون استغلال هذا الوقت من أجل كسر رتم المولودية البجاوية حتى يقلقوهم ويركزوا اللاعبين كثيرا. خليهم يبارك ويتكلم فقط مع الحكم، اما البقية لازم يبقوا في اماكنهم من دون الحديث مع الحكم، يبقوا مركز من منطقة او في منطقة قريبة من الكرة التي ضيعها في الدقائق الفارطة. كريم كنت ارى منه حركة وكانه كان يطلب منه ان يبقى داخل منطقة العمليات، لانه شاهدنا توزيعة الاطراف لم تجد من يحولها الى اهداف من كرة بوكرية، كرة عقيد ايضا، لذلك التواجد في المكان المناسب ضروري جدا بالنسبة لعناصر نادي مولودية بجاية. يبقى رحماني او احمد الشناوي ساقط على ارضية الميدان لربح المزيد من الوقت، ولو انه اسماعيل لم يكن هناك شيء يستدعي كل هذا. طبعا كريم، اذا بطبيعة الحال من اجل الحفاظ على هذه النتيجة ونتيجة مباراة الذهاب، ارى الحارس المرمى الثاني يحضر نفسه ولكن استبعد ان يدخل. خلينا يزيد شادو لقطة سقوط الحارس شناوي لنلاحظ تماما حتى يربع الثواني حتى يكسر رتم المولودية المجاوية. عاد على كرات الأخيرة ولكن ما زال هناك شوط ثاني كامل في الوقت المناسب من أجل العودة في هذه المباراة. شي اللي يريحنا نوعا ما اسماعيل انه من الناحيه الهجوميه ما يخوفوناش كثير نادي الزمالك، بامكاننا ان نلعب الكل في الكل في المرحله الثانيه من دون خوف. وهو كذلك حتى نقطة قوة مولودية بجاية اليوم هو هذا الجمع من الأنصار الذين يثقون كثيرا. ماذا يقول حمزاوي؟ ماذا يقول عمراني حمزاوي إسماعيل؟ ماذا يقول؟ إذا عمراني ألاحظ أنه يقول لحمزاوي أن يدخل كثيرا في الدفاع في الهجوم، أقول خاصة الكرات الجانبية التي فشل ربما حمزاوي وتسديدها ببعد كبير. الذي أنقذ مرماه بنادتين من كرة ضاية ومن كرة حمزاوي. هل سيسقط في هذه الكرة يا الياس يا بكريا؟ يريد منك كرة ملمترية دقيقة فوق رأس يايا، فوق رأس حمزاوي، ولما لا فوق رأس ضاية. أراد في الزاوية 90 ولكن الحارس يسقط ويطالب بمخالفة، يسقط ويطالب بمخالفة والحكم يقول مخالفة. سقط من أجل أن يربع الثواني، سقط من أجل أن يكسر رتم المولودية البجوية ونحن نلعب الدقيقة الأخيرة كريم من عمر الشوط الأول. هي دقيقة ستكون وقت بدل ضائع من هذه المرحلة الأولى التي كانت مثيرة جدا. مثيرة فعلا خاصة في الربع ساعة الأخير من هذه المباراة. هاي الإعادة لكرة يسبك ماذا حدث؟ اللهم إلا إذا طريقة سقوطه كانت سيئة، لأنه لم يكن فيه فعلا 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 التغيير سيتم. يلا الآن لا أدري اسمها حتى وإنه منسجل في الشوط الأول. ليست هذه اللقطة يزيد لقطة سقوطه، يبدو لي بأن سقوطه كان بطريقة سيئة.
طبعا كنت سمع لانه في ليس في هذه الكره، في الكره الثانيه كره الياس بوكريا التي كانت دائريه في الزاويه 90 تدخل الشناوي في وقت كنت هاي الكره التسديده كانت قويه، ارتقى وبعد ذلك هنا طريقه سقوطه اعتقد سمع على الركبه فعلا سقوطه حتى وان لم يسجل في الشوط الاول خروج هذا الحارس العملاق الذي انقذ مرماه من هدفين محققين قد يكون ورقه في يد المولودية البجاوية. طبعا اتمنى له الشفاء من هذه الاصابه. يريد أن يواصل المباراة بشجاعة. كريم جميل جدا نقولها إن تم خروج هذا الحارس حتى يكون البديل وتكون كرات أخرى مهمة جدا من طرف مولودية بجاية تسجيل أهداف ولو أن المرحلة الأولى قد انتهت. لا يريدون التفريط هكذا، لما تشاهد كل اللاعبين والطاقم الطبي يريد أن يبقى هذا الحارس في مرماه وفي عارين وتدرك